تغطية خاصة في أنانترا النخلة. نلقي الضوء على المسابح واللاجون ومعظم فعاليات المنتجع. لا تنسوا الاشتراك، خلونا نوصل 1000 مشترك، وكثروا من اللايكات والتعليقات. جناح بغرفة نوم واحدة، الإطلالات على بحيرة اللاجون والمسابح أنانترا النخلة. إطلالة على برج العرب. من الغرفة إلى المسبح مباشرة. هنا الشقق الفندقية للمنتجع. نادي الأطفال. منتجع محاط بالأشجار الكثيفة. غرف أنانترا ديلوكس تطل على بحيرة اللاجون. مجسم أنانترا النخلة. هذا المقطع في النخيل مول على بعد 10 كيلو من أنانترا النخلة. حان وقت السباحة. والآن مع السباحة في المسبح الرئيسي. بعد السباحة في اللاجون والمسبح الرئيسي، حان أخيراً الدور على الشاطئ. أوفر ووتر روم، غرف فوق المياه. لحظات الغروب الأخيرة. بداية صباح يوم جديد في أنانترا النخلة. كان السباحة في اللاجون طوال 24 ساعة. مسابح اللاجون خاوية على عروشها.
أنانترا النخلة يقدم أحد أجمل مسابح دبي. المنتجع مليان بشجرة اللوز أو كما يعرف بالبيدام محليا. وداعا أنانترا النخلة. إطلالات على عين دبي وجي بي آر. آمل بأن تكون التغطية حازت على رضاكم.